هادو الاخشاب ديال السقف نيت هادو هادو كلهم اخشاب ديال دي السقف كيطيحوا كلهم طايحين تما هي واخا غطيتهم هنايا راه هذا كله هدم غير ردم هذا ردم ديال الزلزال يعني ما كاينش دراسه ما يمكنكش دير دراسه استراتيجرافيه حنا نكتفي كما قلت ب يعني ازاله هذا الاتربه حتى يعني حتى نبريزا الاهميه ديال هذا الموقع ولكن دابا الزائر على يعني هذا لما نجي يعني لما الزائر لما الان ياتي لهذا المكان لا يعرف اي شيء بصح لا يعرف يعني اي شيء على المكان ولهذا نحن نساعد على اساس انه نبينوا الاهميه ديال اكادير يعني التاريخ العميق ديال اكادير ماشي التاريخ ديال الان التاريخ ديال القرن 15-16 باش الناس تعرف انه كيف كان اكادير في القديم فاش قمتوا بالحفريات هنايا مثلا انتم اول واحد قام بالحفريات اول واحد لقيتوا بعض الادوات مثلا في المسجد مثلا لا ما كنلقاوش هذا هو الاشكال وعلاش؟ ما كنلقاوش لانه حنايا ما كنقلبوش في السكن في المنازل هنا مثلا هنا المسجد مثلا فريشة حصائر الحصائر ولكن يعني متهالكين بزاف لانه راه مده كاين رطوبه كاين فهمتي مع الاسف ما كنلقاو حتى شي حاجه كنلقاو داك الشيء يعني بعض الاسلاك كاين بعض الالواح ولكن في حاله بعض الادوات ديال الكتابه ديال السماق ولكن داك الشيء ماشي يعني في حاله متدهوره جدا وداك شيء قليل يعني بعض الشظايا ديال الفخار ديال الخزف عملات نقديه مثلا لا العملات ما كاينش لان هذا المكان عمومي فالحديقه كانت يعني حديقه ما تلقاش فيها شيء المسرح كذلك هو الطلق ما تلقى فيه المسجد نفس الشيء يعني الزلزال وقع بالليل يعني في الليل حوالي 12 ليلا فمنتصف الليل تقريبا يعني ما كان حتى شي واحد في هذا المكان فكان كل الناس في الاماكن في الاماكن يعني. وحنا كما قلت انه عندنا يعني الحفريات لا تشمل هذا الحي السكني لانه يعني نقدر ونحترم الناس لانه مازال الناس عندهم عائلات ديالهم هنا ولهذا يعني نحترمهم ولكن دابا ذوك الجثامين اللي ماتوا في الزلزال نعم اللي تم الدفن ديالهم في المقبره ديال الشهداء حتى هما من هنا لا هادو لا 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 صعيب باش تجيب الاليات لهنا اللي كانت يعني الالات الميكانيكا ديال الحفر وديال صعيب لانه كاين هنا باب كان باب صغير وكاين دروج وكاين فهمتي كاين واحد المجموعه ديال الاشكالات اللي هي جعلت انه النائب ولهذا الذي عمله انه سووا هذه المنطقه كلها المنطقه سووها لان كان فيها بعض يعني البقايا اللي مازال بقات فسووها وداروا عليها الجير واحد طبقه الجير وغطوها بالتراب والحجر حتى تبقى كمقبره هذا هو يعني الحي السكني يبتدئ من هذا المكان من هذه المنطقه هذه والحي اليهود هنا في الاسفل والحي الاداري مثلا المكاتب بريد الحي الاداري المكتب هناك في الحي السكني بحيث انه كاين دار المخزن البريد والبنك اعتقد لا والخزينه موجودين في الاسفل طبعا كاين عدد ديال الاضرحه كاين 6 ديال الاضرحه تقريبا في هذا المكان نظرا لانهم كان لهم ادوار في محاربه البرتغال وادوار معتقدات دائما في اي مكان التاريخ تكون هناك مرتبطه بالمعتقدات والاضرحه الحاجة اللي شفت في قصبة أكادير أوفلا أو أكادير غير إلا بغينا نسميوه وأثرت فيا بزاف هي هاد المجهودات الكبيرة اللي بدلوها طلبة الماستر والدكتوراه بجامعة ابن زهر للتعريف بهاد الموروث هذا فبإمكانيات قليلة استطعوا يعطيو للناس ويبلغوا لهم المقصود بخصوص هذا التاريخ الدفين ودوك المرافق اللي خديناهم اللي كبرناهم هنايا في جنب يعني هاد المرافق اللي كاينين في هاد لازون حنا خدامين فيها هما هادو اللي تهدموا في المرحله الثانيه في 60 لا هادوك في 60 وقع زلزال الصوره اللي من ديك جي هادي ثالث مره كنشوف القصبه ولكن ما عمر عرفت تاريخها ما عمر عرفت بانه كانت في مرحله معينه قبل الزلزال وتم اسمه ودمر الزلزال تقريبا بصفه كامله وهذا هذا التاريخ هذا ما كنتش كنعرفه قبل هذا الفضل كيرجع لكم لانه ما كناش كنعرفوا في حقا مجموعه هذه الحويجات هذا التصور هذه كنا كنشوفه في الاول عطاتنا واحد صوره سطحيه ولكن انتم زدتوا عمقتوا المعرفه ديالنا بهذا المجال وهاد الطلبه عندهم امل متمسكين به وغايتهم يبلغوا اهداف اخرى يحققوها على ارض الواقع هاد الأهداف في الحقيقة إلا تحققت غتعطي إضافة وفائدة نوعية جميلة
كإنشاء متحف خاص لتوثيق هذه الذاكرة الجماعية وغيرها من الأمور واللي كتبقى مكلفة أمام الإرادة ديالهم. ممكن تعطينا رأيك بصفة عامة في القصبة كيفاش كتمر هذه الزيارة ديالكم اللي كتزورها؟ واخا شوية ديال النظام والمنطقة زوينة، يعني منطقة جات فهاد لافاليز فريمون كاينة اون فيو اكسيبسيونيل اللي خاص غير شوية ديال النظام، شوية ديال هاد لاشوسي تقاد شوية، كاين شوية ديال الإهمال. أعتقد من الناحية العلمية يجب يعني تعزيز البحث العلمي في هذه المجالات، لأن مجالات مهمة جدا، يعني تستحضر الذاكرة الجماعية لسكان أكادير وللشعب المغربي ككل. راه هذا الشيء مهم جدا مهم جدا، ربما غيعاود يحيي مدينة أكادير إلا تنظم هذا الشيء وترتب، ولكن خصو يتقاد. عرفت بأنه إلا بغيت تقدر خصو ميزانية كثيرة وبزاف وبزاف. من اول زياره لاكادير صمت شي باش نجي نشوف هذا الموقع الاثري هذا، وثانيا عنده واحد حتى النظره استراتيجيه، واحد النظره بانوراميه لاكادير كلها، يعني ملي كتكون هنا كتشوف حتى المناطق اللي ما استطعتيش انك تزورهم في اكادير كيبانوا لك من هنا وكتشوفهم. اول انطباع انني ما لاحظتش شي تغيير زعما كبير من الزياره الاولى للزياره الثانيه، ما كاينش شي تغيير كبير. وفي الحقيقه كنا كنتمنوا انه يكون واحد التغيير، وكنظن ان هذا المشروع جاء في الوقت المناسب، لان ملي قريت انا التاريخ ديال القصبه والتاريخ ديال فونتي والقصبه، وقريت حتى الاهداف ديال المشروع المزمع انجازه في المنطقه، يعني حسيت بانه فعلا غادي نردوا الاعتبار لهاد البلاصه هذه اللي كنتواجدوا فيها، وغادي نحسنوا الولوج ليها، غنسهلوا حتى على الانسان السائح اون جينيرال، اما مغربي ولا اجنبي، نسهلوا عليه الماموريه ويكتشف المكان بواحد الطريقه ديال السياحه الثقافيه، يعني يكتشف المكان بالتاريخ ديالو وبالحاضر ديالو. استاذ، شنو رايكم في القصبه كمعلمه تاريخيه في المدينه؟ هذه مهمة جدا، لأن هي تاريخ أكادير وهي الأصل، لأن كل ما كنشوفه هو مجرد تفاصيل، ولكن الأصل هو القصبة، لأن والمدينة اللي ما تكونش عندها تاريخ وما تكونش مسوفة فهي لا حاضرة لها ولا مستقبل. إذا في التاريخ هو الأساسي، ملي غادي نعرفوا تاريخنا ونعرفوا، لأن القصبة أنا يبان لي بأن منها انطلقت ربما المقاومة اللي حاربت البرتغاليين، منها انطلق، إذا فلها أهمية كبيرة سواء على المستوى الداخلي ولا على المستوى الجيوسياسي، ممكن نقولها على المستوى السياسي والدولي كاع بصفة عامة. هذا مشروع في حقه هو مشروع طموح بالدرجة الأولى ومشروع جبار، لأن كما سمعت السنة السابعة هذه اللي أنتم خدامين في هذا المشروع هذا، ولكن لأول مرة كنلقاو بأن الناس مغاربة كيبحثوا في المجال، وهذا مهم، لان في الوقيته الاولى كنا كنجيبوا المان سورتو لي زالمون، كنا كنجيبوا المان يبحثوا لينا، كنا كنجيبوا من مجموعه الناس، ولكن انهم يكونوا مغاربه هذا مبادره مشجعه ومبادره اللي غادي يكون عندها اثر ايجابي ان شاء الله. فهو موقع كيستحق خصنا نردوا ليه الاعتبار بحكم البوان تاعو على المستوى التاريخي، حيت كان انطلاقا من البانو اللي شفت انه كانت هنا قلعه برتغاليه، ومن بعد الزلزال كاين واحد الفرق في الصورتين اللي كيبانوا في البانو، وقديم هنا وكنعرفوا، ولكن بزاف الحوايج في هادو ما كناش عارفينهم، بحال القضيه دي مهمه جدا، بحال التصاور هادشي اللي ما كناش عارفينه، عارفين ولا واش كان زلزال في 1960 كان الطلب رجت هنا وهداك الشيء، ومن بعد داك الشيء صافي تنسى، ولكن حنا ما عاقلينش على هذاك غير تنسمعوا. بحال هاد الحوايج هادو مهمين، بحال التصاور دابا ويعرفوا الناس ويعرفوا هاد الشيء، غير هو شويه خصو هاد الشيء يتنظم شويه. اشنو رايك في هاد المشروع ديال هادي؟ كتبان لي مزيانه، جينا هنا تعيينا، ولكن ما عمرنا كان على بالنا بحال هذا الشيء، ما عمرنا عرفناش، كنجيو هنا ولكن كتجي وصافي هكا دابا كتشوف كتعرف التاريخ كيفاش وكيفاش كان هنا اكادير وفلا كيفاش. مهم جدا. أكادير مدينة أثرت فيها بزاف،
ماشي غير بسبب سرعة النمو الديموغرافي والعمراني اللي غادية فيه، حتى ولات من قصبة صغيرة فوق هاد الجبل حتى الهكتارات كتغطي كل الغابات اللي كانت واحد النهار هنايا. أكادير مدينة أثرت فيا وفي الناس كاملين بسبب تلاقح الثقافات والديانات والتسامح الإنساني اللي كانت معروفة به وغتبقى معروفة به.